قصص عربية. المرآة السحرية. في يوم من الأيام في شوارع غرناطة الجميلة حدث هذا النقاش. يا له من شيء حزين، إنه رجل وسيم لكن لم يتزوج. هل سيختار زوجة أبداً؟ هل نفدت نساء غرناطة؟ يا عزيزي، هل سيظل وحيداً للأبد؟ لا 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 تقولي هذا أبداً، إنه يستحق زوجة، ستكون ملكتنا. لندعو جميعاً معاً للملك المحبوب أن يجد زوجته الجميلة قريباً. ها؟ الملك رجل كريم وينتظر السيدة المناسبة. ومن تكون هذه السيدة إذن؟ وحير هذا السؤال كل سكان غرناطة لوقت طويل. مولاي، من حظ أي سيدة أن تكون زوجتك؟ لا أريد سيدة محظوظة، من سأتزوجها ستكون ملكة غرناطة، ولها شخصية قوية، ويجب أن تحب نفسها والمملكة كذلك، وأن تكون متسامحة وطيبة. لكن يا مولاي، كيف سنعرف إن كانت لديها هذه الصفات؟ هذه مشكلة. سأتزوج فقط سيدة لها قلب أبيض. يمكننا أن نكشف على قلبها إذن. ماذا؟ دانكن، لا أعني أنه أبيض حرفيا، بل أعني قلبا نقيا. بالطبع أنا أعرف. سنحتاج شيئا سحريا ليساعدنا في هذا. كان الملك منشغلا جدا. سنحتاج شيئا سحريا ليساعدنا في هذا. واتخذ قرارا واستدعى الحلاق إيميليو الذي يثق فيه. وفي اليوم التالي، إيميليو، أحتاج مساعدتك. أخبرني يا إيميليو، ما هو مصير مملكة بلا ملكة؟ ولماذا تسألين هذا السؤال يا سيدتي؟ ولم لا أفعل؟ الملك لن يختار زوجة له في القريب. حسناً، اختيار زوجته سيسبب لي أنا المشاكل. ماذا تعني؟ بعد كل هذه السنوات قرر الملك أن يستخدم المرآة السحرية. ماذا؟ نعم، سأخبرك. لدي مرآة سحرية وجدتها في كهف منذ زمن، والملك عرف بالأمر وأتمنني عليها لسنوات طويلة، والآن يريدني أن أستخدمها لأجد له العروس. هل ستقول من هي العروس؟ وأين هي الآن؟ هل تعرف المستقبل؟ لا، لا شيء من هذا، لكنها تظهر المعدن الحقيقي للشخص الذي ينظر فيها. لو قلبك غير نقي ونظرت إليها سترسم نقاطا على وجهك، والملك يريد أن يتزوج السيدة المناسبة، وهي من سينظر إلى المرآة ولا تظهر عليها النقاط. إذن الأغنياء علية القوم فقط هم من سيجربون. لا يوجد تصنيف لمن يمكنه النظر إلى المرآة. الشرط الوحيد هو أن تنظر إلى المرآة مباشرة. انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وفي كل يوم تجتمع النساء أمام محل الحلاق ليعرفن من التي ستجرؤ على النظر في المرآة السحرية. مرت الأيام ولم تجرؤ إحداهن، وأطالت السيدات شعرهن أكثر بسبب امتناعهن عن الذهاب إلى الحلاق،
وغضب الآباء من بناتهم. فيونا، لما لا تجربين؟ وأتسبب في نقاط على وجهي الجميل؟ لا يمكن يا أبي. إذن تظنين أن قلبك ليس نقياً؟ لا، نعم، أبي، لقد قررت ألا أتزوج أبداً. ماذا؟ نعم، سأعيش معك بقية حياتي. أحبك يا أبي. في الواقع، فيونا لم تكن الوحيدة التي قررت ألا تتزوج أبداً، فنساء غرناطة فضلن ألا يتزوجن أبداً على أن يدخلن الاختبار ويتزوجن الملك، وبعضهن كن يخفن بشدة من مجرد النظر في مرآتهن العادية. الذعر لم يتوقف عند هذا، فبعض السيدات توقفن عن استخدام الملاعق خوفاً من رؤية انعكاسهن بالخطأ. أفضل أن أكل بيدي. سيدتي، إنه حساء. لا أهتم، أحب تناول الحساء بيدي. انظر. بعد توقف النساء عن الذهاب إلى الحلاق، أصبح يعمل مع الرجال فقط. أخبرني، هل جرأت أي سيدة على النظر للمرآة؟ أبداً. هذا فظيع، إلى متى سأنتظر أن أتزوج؟ ماذا؟ ولماذا لا تتزوج أنت؟ لأنني أريد أن أتزوج أفضل امرأة أيضاً. هذا فظيع، هل من الصعب أن أحصل على هذا؟ ألن أتزوج أبداً؟ مولاي، هناك سيدة أعرفها ومتأكد أنها لن تخجل من النظر إلى المرآة، ولكنها... من؟ أخبرني. راعية غنم. إيميليو، هل جننت؟ ملكة غرناطة راعية غنم؟ كيف تجرؤ؟ لما لا يمكن أن تكون ملكة؟ لو لديها ما يجعلها ملكة، كونها من أسرة فقيرة لن يمنع هذا. تذكر يا دنكن، القادة الحقيقيون من أصول متواضعة. إيميليو، اذهب إليها وأحضرها إلى هنا. أصبح يوم قدوم الراعية إلى القصر هو أهم يوم في غرناطة. انتشر الخبر واجتمع الناس حول القصر، وثرثر الناس في قلق في كل مكان. دخلت الراعية في خجل، كانت خائفة ومتوترة بسبب هذا الكم من الجموع. رجاءً لا تخافي يا عزيزتي، أخبريني، ألا تخشين النظر في المرآة السحرية؟ هل تدركين ما يمكن أن يحدث؟ لو ارتكبت أخطاءً في الماضي وقلبك لم يعد نقياً، ستملأ النقاط وجهك. أفهم يا مولاي، وأؤمن أن كل البشر يخطئون، كلنا نخطئ. أنا متأكدة أنني أخطأت واتخذت قرارات فظيعة، لكن تعلمت من أخطائي ولازلت أتعلم دوماً، ولا أخجل من عيوبي بل أتقبلها، إنها مصدر قوتي. وبعدها انحنت الراعية للملك ووقفت أمام المرآة وراقبها الجميع، وملأت الدهشة المكان، فعيناها الزرقاوتان وبشرتها الجميلة بدت في منتهى الروعة في المرآة. ثم تحركت باتجاه الملك ووجدته ينظر إليها في حب. وجدت غرناطة ملكتها. وجدت غرناطة ملكتها. عمت الفرحة في القصر، ثم جاء صوت غاضب. انتظروا، أنا أطالب بالنظر في المرآة وسأثبت.
أثبت عدم وجود السحر، إنها مجرد خدعة. لقد حسم الأمر، منحنا الجميع فرصة عادلة للنظر في المرآة، ولم تجد الشجاعة لفعل هذا. ووجود السحر في المرآة من عدمه لن يفيد الآن، كان عليك النظر فيها عندما سنحت الفرصة. معك حق يا مولاي، أعتذر بالنيابة عن ابنتي. ملكتي، لن أنسى كلامك أبداً. علينا ألا نخجل من أخطائنا، بل نقبلها ونتعلم منها. ولو سامحنا أنفسنا، سنقبل خطأ الآخرين ونسامحهم، وستكون قلوبنا نقية، وقلبك هو الأكثر نقاء فينا. لقد تشرفت غرناطة بأن تكوني ملكتها. كان الملك سعيداً لأنه وجد العروس المثالية، وحفل الزفاف كان من أكبر ما رأت غرناطة. رقص الناس واحتفلوا لأنهم وجدوا ملكة كريمة شخصيتها قوية. أما عن المرآة السحرية، لم يعرف أحد إذا كان بها سحر أم لا، لأن أفضل سحر على الإطلاق يوجد في قلوبنا. النهاية.